يناير سيصاحبها عدد قليل من الإقالات. لكن عموما نتابع الآن عرضية هتان تصل في المكان المناسب. صابرة النهاية مع النهاية، السالم يعبر الخليج ويصل إلى النهاية بسلام. فرحة ما بعدها فرحة، نهاية هي أجمل نهاية للخليج. أول نقاط ثلاث للخليج في دوري عبد اللطيف جميل، تحضر بأهداف عبد الله السالم، تحضر بأهداف المتألق. المتألق يا لروعة الصناعة ويا لجمال تحويل الكرة. عبد الله آل سالم يحول الكرة بالقدم اليمنى في المكان الصعب، تابع كسار، لكن لا يمكن لا يمكن إيقاف عبد الله آل سالم حتى وإن كانت البراءة عند حارس المرمى. لكن عبد الله آل سالم بلقطة لا يفعلها إلا الكبار على طريقة إبراهيموفيتش سجل هدف الخليج وعبر بالخليج للنقاط الثلاث، وصل بالخليج للنقطة رقم سبعة. ألف مبروك للدانة، ألف مبروك للخليج وعشاقه. هارد لك من الأعماق لرائد التحدي.